آخر تطورات وتداعيات مرض كورونا، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد. كما أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة اعتبارا من 2/9 مارس وحتى إشعار آخر. وزارة الصحة السعودية أكدت بأن تعليق الدراسة هو إجراء احترازي وقائي، ولم تسجل أي حالة في أي منشأة تعليمية. فيما علقت رئاسة شؤون الحرمين برامج الزيارة في مرافقها الخارجية ضمن إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا. وقررت السعودية أيضا تعليق السفر جوا وبحرا بشكل مؤقت إلى 9 دول حرصا على صحة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. عربيا، في مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة من بينهم 4 أجانب بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 55 إصابة. في الأردن لم تعلن الحكومة عن أي إصابات جديدة، وإنما ألمحت إلى تهيئة الجامعات والطلاب للتعليم عن بعد إذا ما استمر المرض بالانتشار. في فلسطين أعلنت الحكومة الفلسطينية جملة من التدابير الوقائية، خاصة بعد تسجيل أكثر من 20 إصابة معظمها في بيت لحم الفلسطينية، حيث تم تعطيل المدارس وتم اتخاذ قرارات من شأنها الحد من انتشار الفيروس، مثل إلغاء صالات الأفراح والتجمعات الكبيرة. وأخيرا في الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 65 إصابة، فيما نحو 900 حالة في الحجر الصحي.